10 بتوقيت جرينتش، الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي. أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يؤصل لمعان جليلة، وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة. وأضاف الرئيس أنه يرجو من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الملك سلمان بمدينة العلمين الجديدة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من السادة الزوار وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وعقب صلاة العيد تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفسا ترفيهيا وثقافيا لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة 260 فدانا. وتضم المدينة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعة تدريب وأرض للمعارض، كما تضم مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، وذلك بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع عدد من القادة والزعماء العرب. وأجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، معربا عن تمنياته لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. وبدل خادم الحرمين الشريفين للرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام. هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. شهد الاتصال التهنئة بعيد الأضحى والرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا من نظيره الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار. أنهى جميع الحجاج ظهر اليوم رمي الجمرات ويؤدون طواف الإفاضة، ويرمي الحجاج 7 حصيات متعاقبات يكبر خلالها الحاج مع كل حصى، ثم يذبح الهدي إذا كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه. كانت المملكة العربية السعودية قلصت عدد الحجاج للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا، وحددته ب60,000 فقط من السعوديين والمقيمين ممن تلقوا اللقاح. Oh.
من جانبه أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية. وشدد على أن السعودية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة جائحة كورونا على جميع مناحي الحياة، وتم العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين. أدى أكثر من 100,000 مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك. كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بأنحاء الأراضي الفلسطينية رغم تفشي وباء كورونا، مناشدا الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية. عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن ترحيبه بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا. ورحب أدهانوم في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بخطط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا. فتحت الحدائق التابعة لوزارة الصحة أبوابها لاستقبال العديد من الأسر المصرية، تحديدا حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأسماك والأرمان وغيرها من الحدائق التي يقصدها المصريون في عيد الأضحى المبارك. وقررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان زيادة مواعيد عمل استقبال الزوار في حديقة الحيوان بالجيزة وباقي حدائق وزارة الزراعة، لتبدأ استقبال الزوار من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. قررت وزارة التموين فتح 1259 منفذا من منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية التابعة للوزارة في الأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وذكرت الوزارة أنه سيتم توافر اللحوم خلال أيام العيد بأسعار مناسبة، موضحة أن المخزون الاستراتيجي للحوم يصل إلى 24 شهرا والسكر والأرز يصل إلى 7 أشهر، فضلا عن تواصل ضخ مزيد من السلع الغذائية خلال أيام العيد. هذا وأعلنت وزارة التموين عن فتح غرف عمليات بالمديريات التموينية داخل المحافظات، وذلك لمتابعة مواعيد فتح وغلق المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومتابعة العمل بمحطات الوقود ومدى توافر الخبز والسلع الغذائية واستقرار الأسواق خلال أيام العيد. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من داخل غرفة العمليات وكيل مديرية التموين بالجيزة أستاذة هالة غريب. أستاذة هالة أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير يا رب، والشعب المصري كله بخير، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير وبصحة وطيب. أيوة تمام. أيوة أنا بتكلم، أنا سامعة. أستاذة هالة حضرتك معي الآن على الهواء مباشرة، وأسألك عن مدى توافر السلع والمنتجات الغذائية خلال أيام عيد الأضحى. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام والشعب المصري بخير وبصحة وسعادة. بالنسبة للسلع الحمد لله السلع جميعا متوفرة على مدار اليوم. احنا دلوقتي عندنا في غرفة عمليات في مديرية تموين الجيزة بنتلقى الشكاوى بتاعت المواطنين، غير ان في حملات دلوقتي مشتركة في الشارع بتجوب انحاء المحافظة عشان لو في اي مشكلة او اي حاجة نقدر يحلوها، ويشوفوا برضو هل في توافر للسلع زي السكر والارز والخبز ولا لأ. ودلوقتي في تواصل بيننا وبين الحملات المشتركة اللي على أرض الواقع اللي هي في الشارع، لو في أي مشكلة احنا بنتصل دلوقتي حالا بالحملات وبنقول لهم في المكان الفلاني في مواطن بيشتكي ان في أزمة في الخبز أو أزمة في السلعة، فعلى الفور بيتوجهوا للمكان وبيحلوا المشكلة. والحمد لله لحد الآن ما فيش أي مشكلة. هو كان امبارح في مشكلة بسيطة جدا، في بعض أهالي اتصلوا بينا واشتكوا ان في مخبز مغلق بالرغم من ان هو قريب منهم في وسط المكان. احنا نزلنا بالفعل ووفرنا لهم الخبز، والحمد لله قدرنا ان احنا نجتاز الشكوى بتاعت المواطن،
والحمد لله برضو مرينا على أماكن كتيرة جدا من خلال الحملات بتاعتنا المشتركة، والحمد لله الخبز متوفر والمخابز فاتحة شغالة من الساعة 5 الصبح حتى نهاية الإنتاج. نعم، أيضا فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، على الأسعار، عن مدى توافر السلع المختلفة، كيف عملت الوزارة على ذلك؟ لا الحمد لله دلوقتي احنا في مراقبة على الأسعار، احنا دلوقتي في بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية عاملة تخفيضات من 20 ل 25% تقريبا على جميع السلع. بالنسبة للسكر والأرز متوفر جدا بشكل ملحوظ، اللحمة اللحوم البلدية موجودة بيوصل سعرها ال 100 جنيه دلوقتي، بالنسبة لحضرتك للمستورد ب 65، للسوداني 85 جنيه لسعر الكيلو، حضرتك الحاجة متوفرة والحمد لله ما فيش لغاية دلوقتي ما فيش أي مشاكل ولا أي حاجة. أنا نزلت بنفسي مع الزملاء ولقيت ما فيش أي تكدس ولا أي زحام على لا على المخابز ولا على البقالين ولا على الأسواق، الحمد لله طالما العرض متوفر الطلب بيبقى، أنت حضرتك ما بتشعريش بالطلب بسبب زيادة العرض. ونعيد لنؤكد أن المنافذ الخاصة بوزارة التموين تعمل على مدار أيام العيد. تمام يا فندم، احنا بالنسبة للمخابز واخدين بنسبة 30% أجازات فقط، احنا عملنا تناوب ما بين أصحاب المخابز وما بين بعضهم البعض حسب المناطق، فالحمد لله المخابز شغالة والمخابز مقضية المناطق اللي هي شغالة فيها والحمد لله ما فيش أي مشكلة ولا أي أزمة والله، ده بالعكس احنا امبارح الناس أصحاب المخابز المحترمين وأنا من مكاني ده بقول لهم كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، وشكرا شكرا على كل اللي بتقدموه لبلدكم ولمصرنا الحبيبة، الناس شغالة وبيقولوا احنا دلوقتي الإقبال ضعيف، قلت لهم بس برضه لازم تتواجدوا لان في توجيهات من معالي وزير التموين والتجاره الداخليه ان احنا لازم يبقى في تواجد في الشارع وتواجد بالتأكيد. في المخابز كلها. شكرا جزيلا استاذه هلا غريب، وكيل مديريه التموين بالجيزه، شكرا لهذه الجهود وكل عام وحضرتك بخير. توقعت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان يشهد الطقس خلال ايام العيد الاضحى انخفاضا طفيفا في درجات الحراره، مشيره الى ان اول ايام العيد سيكون حارا رطبا على القاهره والوجه البحري، مائل للحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع انخفاض تدريجي في معدل الرطوبه، على ان تكون هناك فرص لسقوط امطار خفيفه بجنوب البلاد. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير إن شاء الله. بداية نطمئن من حضرتك على حالة الجو خلال أيام العيد وبشكل خاص اليوم. هو طبعا في انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه بالايام الماضيه، النهارده متوقع على القاهره 37 درجه العظمى، اما درجه الحراره المحسوسه اللي بتكون نتيجه ارتفاع نسبه الرطوبه فتصل الى 39 درجه، السواحل الشماليه بتتراوح من 31 الى 32 درجه، اما جنوب البلاد بتتراوح من 43 الى 44 درجه مئويه. الانخفاض التدريجي في درجات الحراره مستمر معانا حتى منتصف الاسبوع القادم، متوقع على نهايه الاسبوع تصل درجه الحراره العظمى مع القاهرة إلى 35 درجة بانخفاض حوالي درجتين مقارنة باليوم، وده طبعا هيقلل إحساسنا بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، طبعا الطقس بيكون حار تماما أثناء النهار وخاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا درجات الحرارة بتسجل أعلى قيم لها، وطبعا الشمس بتكون عمودية، فإحنا بننصح طبعا خلال هذه الفترة بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، ويكون معانا كاب أو شمسية، وطبعا ارتداء الملابس الفاتحة القطنية وأيضا تناول المياه بكميات كبيرة. متى يمكن أن يتوجه الناس للحدائق العامة والأماكن المفتوحة التي يفضلون التواجد فيها في أيام العيد عادة؟ يفضل طبعا في الصباح الباكر او بعد يعني 5 عصرا طبعا عشان الشمس تقل حبتها واشعه الشمس تنكسر، فبعد يعني 5 عصرا ده وقت مناسب جدا او في الصباح الباكر، وايضا طبعا بالنسبه للشواطئ مهم جدا ان احنا نتواجد في الصباح الباكر او بعد فتره العصر، وده طبعا هيقلل الاحساس بدرجات الحراره لان نسب الرطوبه ما زالت مرتفعه وبتعمل على زياده الاحساس بدرجات الحراره بحوالي من درجتين الى 4 درجات، ايضا في نشاط رياح على بعض المناطق من القاهره والوجه البحري وجنوب البلاد، ده بيعمل على تخفيف درجات الحراره وتخفيف نسب الرطوبه اثناء فترات الليل والصباح الباكر. شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه.
أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر العراقية وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين. وتقدمت مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق ولذوي ضحايا الهجوم، مؤكدة على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره. كما جددت مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العليا والنأي به عن أي تجاذب لا تصون مقدرات شعبه الشقيق. كان أكثر من 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح في تفجير انتحاري استهدف سوقا تجارية بمدينة الصدر المكتظة في شرق بغداد وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وندد الرئيس العراقي برهم صالح بالتفجير واصفا إياه بأنه جريمة بشعة، مؤكدا أنه لن يهدأ له بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره على حد قوله. من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوجوب تقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في بغداد إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. وأكد غوتيريش أن الهجوم المميت قبل عطلة عيد الأضحى يذكر بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدود، مشددا على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته بشدة للهجوم الإرهابي مقدما تعازيه لأقارب الضحايا. دعت منظمة الصحة العالمية الحوامل والمرضعات إلى تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث يزيد الحمل من خطر الإصابة به، مشيرة إلى إمكانية استمرار الأمهات بإرضاع مواليدهن حتى بعد التطعيم. وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من النساء غير الحوامل ممن في سن الإنجاب. كانت منظمة الصحة العالمية أحالت الحوامل إلى الشريحة الثانية في أولوية تلقي التطعيم. أعلنت الحكومة الفرنسية عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس. وتهدف الخطة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة لتطبيق غرامات مالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك تصريح صحي خاص يحصل عليه الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا لزيارة دور السينما والمطاعم. سجلت إسبانيا قفزة جديدة في معدل الإصابة بكورونا حيث رصدت 61,628 إصابة منذ يوم الجمعة الماضي بعد تدفق العديد من السياح البريطانيين إلى شواطئها. وسجلت إسبانيا أيضا 23 حالة وفاة منذ يوم الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 81,119 حالة. كانت ألمانيا وفرنسا نصحت مواطنيهما بعدم السفر إلى إسبانيا بعد زيادة الإصابات وإعادة فرض حظر التجوال. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لا تريد تمديد أو توسيع استثناء العزل على نطاق واسع بالنسبة للمخالطين لمصابي فيروس كورونا. وأوضح رئيس الوزراء أن البلاد قد تحتاج إلى تغيير نظام إصدار التصريحات للنوادي الليلية، مشيرا إلى أن حكومته تخطط لجعل التطعيم الكامل شرطا للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن الأخرى التي تحتوي على حشود كبيرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور ياسر الشربيني، أستاذ الأوبئة والفيروسات من لندن. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني متغيرين في بريطانيا، المتغير الأول له علاقة بتلقي أعداد كبيرة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، ما يقلل من أعداد الإصابة، ولكن هناك متغير آخر وهو الاكتظاظ في بعض الأماكن ما يرفع مرة أخرى الإصابات. إلى أين يتجه الفيروس في بريطانيا الآن؟ والله بريطانيا خدت إجراءات احترازية كاملة لمدة طويلة من البشر من الوقت، والبشر أغلبهم دلوقتي في المملكة المتحدة
تم عطائهم التطعيم جرعة أولى وجرعة ثانية، وسوف يعطوا أصلا جرعة ثالثة أصلا في سبتمبر. وبالتالي فإن الحكومة البريطانية تنظر إلى إعادة مرة ثانية فتح كل شيء إلى طبيعته نوعا ما لعودة الحالة الاقتصادية للدولة، لأنها تأثرت كثيرا. واحترمت برضو رأي اللجان العلمية في أن التطعيم هو الأساس الأول لمحاربة الفيروس، وبالتالي فإنها بتفتح وتحت حط النظر بتاعها على زيادة الأعداد اللي ممكن تزيد في المستشفيات أو زيادة حالات الوفيات. لكن الأشياء الآن مطمئنة إن الحمد لله إن مع حتى زيادة الأعداد فإن عدد قليل جدا منهم بيدخل المستشفيات، وهذا سببه الأساسي هو التطعيم. نعم. فالتطعيم هو البديل الوحيد للعالم لرجوع إلى الحالة الطبيعية. فإحنا مش قلقين من الأعداد الكبيرة قد ما إحنا قلقانين من إن الناس ما تتطعمش أو ما تقبلش على التطعيم. ولذلك هم حطوا شرط لدخول الأماكن المكتظة زي النوادي الليلية وزي الأحداث الرياضية إن يكون كل الناس المقبلة عليها لازم تكون متطعمة بجرعتين من التطعيم. الوضع الحالي، الصورة الحالية في بريطانيا، هل تنبئ بالمزيد من إجراءات الإغلاق أم كما تفضلت حضرتك بالمزيد من التطعيم وتلقي اللقاحات؟ هو الحكومة البريطانية بتعمل بديناميكية شديدة، هي بتقول إن التطعيم كافي جدا إن شاء الله بجرعتينه إنه يقي الدولة من زيادة العدد في المستشفيات، بحيث إنه يعتبر الكورونا زي البرد بعد كده ممكن يحدث للإنسان ويتجاوزه ما دام هو متطعم بجرعتين التطعيم إن شاء الله بإذن الله. فما فيش إغلاقات إلى الآن إن شاء الله بإذن الله. ربما البعض يرجع الحالة الموجودة في إسبانيا من تدهور جديد في الوضع في البلاد إلى استقبال السائحين خاصة الإنجليز. الحكومة البريطانية بتشترط وجود التطعيم للسائحين لخروجهم من داخل المملكة المتحدة والعودة إليها مرة ثانية دون كارانتين. فإحنا مش خالفين من هذا الموضوع خالص، بالعكس المواطنين البريطانيين 4 من كل 5 تم حصولهم على التطعيم، فأعتقد الموضوع ده مش سبب السواح البريطانيين في الدرجة الأولى يعني. شكرا جزيلا دكتور ياسر الشربيني، أستاذ الأوبئة والفيروسات من لندن. حذرت الحكومة الموريتانية من إقامة صلاة عيد الأضحى وشددت حظر التجول الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت اللجنة الحكومية المكلفة بمراقبة الجائحة تقديم موعد بدء حظر التجول 2 ساعة ليصبح من 10 مساء وحتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي. كما أصبح وضع الكمامة إلزاميا وتم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة. كما قررت اللجنة الحكومية في نواكشوط بناء على رأي لجنة العلماء إقامة صلاة العيد في البيت. كما أطلقت الحكومة الموريتانية حملة توعية من أجل احترام تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد. أعلنت الحكومة الجزائرية تعديل إجراءات الحجر المنزلي وتمديده 10 أيام لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا. وقالت الحكومة الجزائرية إن التعديل سيكون من 11 ليلا إلى 4 صباحا عبر 24 ولاية حسب التوقيت المحلي. وأفاد بيان عن الحكومة أن القرار سيدخل حيز الخدمة بداية من اليوم. كما مددت الحكومة قرار منع حفلات الزواج وغيرها من التجمعات في عموم البلاد. ينضم اليوم رباع النادي الأهلي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بعد رحلة سفر شاقة استمرت لنحو 11 ساعة، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم مع فريقهم في النهائي الإفريقي. يأتي ذلك ضمن استعدادات الفراعنة لمباراة إسبانيا المقرر لها في 9:30 صباح الخميس المقبل في أولمبياد طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 23 من يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل. وفضل شوقي غريب راحة اللاعبين من أجل تعويدهم على الساعة البيولوجية، وقام الرباعي بإجراء مسحة طبية فور الوصول إلى طوكيو قبل السفر الداخلي إلى المدينة التي سيقام عليها اللقاء.
ختام نشرتنا الإخبارية، كل عام وحضراتكم بخير.